السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سلوى اند نور. النهارده زي ما انتم شايفين ان شاء الله هنعمل مع بعض ايس كاب طاقية. زي ما انتم شايفين كده شكلها جميل جدا بجميع المقاسات، هنشرحها خطوة بخطوة. طبعا الطاقية دايما تعتمد على دوران الرأس، محيط دوران الرأس، تاخدي مقياس وكمان الطول. فانت يعني حسب العمل اللي انت هتعمليه، يعني انت ممكن تاخدي دوران الرأس وتشتغلي الكمر ده. الكمر ده انا كنت اشتغلته قبل كده بفيديو منفصل، هبقى احط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، وكمان هحطه في الدائرة البيضاء اللي بتظهر فوق الشاشة. طيب، والغرزة زي ما شايفين شكلها جميل جدا وشغلها يعني بسيط، ان شاء الله تعجبكم ومش هتاخد وقت معاكم خالص. وطبعا الغرزة دي كمان ممكن تعمليها من بواقي الخيوط، لان هي معتمدة على لونين، لازم يكون لونين عشان تبان الغرزة جميلة. طب احنا زي ما قلنا انا كان عندي فاضل من الشلتين اللي انا كنت عاملة منهم الكوفية، هنعمل منهم الطاقية. وزي ما قلت انا شرحة غرزة البليسيه دي في فيديو منفصل، هتبقوا تشوفوه ان شاء الله عشان ننجز بالوقت وما نضيعش وقت على الفاضي. وطبعا اول سطر من الغرزة عملت فوق كل غرزة هنا غرزة حشو. غرزة حشو يعني ارتفع سلسلة، وفي نفس المكان هعمل يعني هدخل الابرة واطلع من الفتلتين اللي بتبقى على الابرة، يعني غرزة حشو في كل الداير بتاع الكمر. طيب هنبدأ في الغرزة على طول ان شاء الله. هرتفع ثلاثة سلسلة، واحد اتنين ثلاثة. انا طبعا كملت في نفس الخيط، في نفس لون الخيط، لان انا عايزة الحبيبات دي تبان من نفس لون الخيط، والخيط التاني هيكون لون ابيض. هنشوف مع بعض ازاي هنعملها. ارتفعت ثلاثة سلسلة ودي اول عمود، هلف الخيط على الابرة واروح على الغرزة اللي بعديها واعمل عمود بلفة. نعمل بينهم سلسلة، الف الخيط على الابرة، اسيب هنا سلسلة، يعني هنا اتخطى غرزة، وفي الغرزة اللي بعديها اعمل عمود بلفة، واللي بعديه عمود بلفة، بينهم سلسلة، اتخطى غرزة، اللي بعديها على طول اروح اعمل عمود بلفة، واللي بعديه عمود بلفة، وبينهم سلسلة، اتخطى اول الغرزة اللي بعديها، اروح على اللي بعديها على طول. يعني دايما لما نعمل سلسلة هنا اتخطى غرزة من تحت وادخل على الغرزة اللي بعديها واعمل عمود بلفة وكمان عمود بلفة. تاني نعمل غرزة سلسلة، نفوت غرزة، واللي بعديها نعمل غرزة عمود بلفة وكمان عمود بلفة. يعني هيكون اتنين عمود بلفة سلسلة، اتنين عمود بلفة سلسلة، وهنسيب سلسلة دايما من تحت واحنا بنشتغل. هكمل كده الداير كله وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين انا وصلت هنا لنهاية السطر، عملت اتنين غرزة عمود وبينهم سلسلة، ونفوت غرزة سلسلة من تحت، واخر حاجة عملت غرزة السلسلة اهي. انا فوتت غرزة من هنا، وهدخل هنا في غرز الارتفاع اللي هما ثلاث غرز، هعد واحد اتنين تلاتة، هدخل الابرة واسحب الخيط الازرق، وبعدين اجيب الخيط اللون التاني عشان اشتغل بيه. وطبعا الخيط الازرق مش هقطع الخيط، هسيبه لانه احنا هنشتغل باللونين دول. دلوقتي هرتفع سلسلة واحدة، هلف الخيط على الابرة واروح على الفراغ اللي هو عند السلسلة هنا، هدخل في السطر الاول بالشكل ده واعمل ثلاثة عمود بلفة. ادي واحد اتنين ثلاثة بالشكل ده، هلف الخيط على الابرة، هتخطى الاتنين عمود دول، هدخل هنا في السلسلة. احنا عملنا هنا سلسلة، واحنا سيبنا السلسلة اللي تحت، السلسلة اللي تحت اللي احنا بنسيبها بنعمل فيها ثلاثة عمود بلفة. ادي واحد اتنين ثلاثة، هتخطى
العمودين واروح عند السلسلة واعمل 3 عمود بلفة. هي الغرزة مكونة من سطرين، سطر هنعمل فيه الـ2 عمود بينهم سلسلة، والسطر التاني هنعمل بالفراغ 3 عمود بلفة. بالشكل ده زي ما انتم شايفين هكمل كمان مرة معاكم. هتخطى هنا الغرزتين واروح على الغرزة السلسلة اللي هنا من تحت، هسيب اللي فوق دي وهروح على الغرزة اللي تحت على طول، ادخل بيها كده ومن فوق الغرزة هنا اسحب الخيط واعمل عمود بلفة وكمان عمود بلفة وكمان عمود بلفة. هيبقى معايا 3 عمود بلفة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هكمل كل السطر بالشكل ده وهنشوف هنقفل السطر مع بعض ازاي، ونكمل السطر هنكمل مع بعض ونشوف ازاي هنعمل السطر التالت. زي ما انتم شايفين انا وصلت هنا لنهاية السطر، عملت بين الفراغات اللي احنا كنا عاملينها هنا 3 عمود بلفة بدون اي فراغات، على طول ادخل واعمل 3 عمود بلفة. وصلت هنا لنهاية السطر. هقفل السطر ازاي؟ هدخل الابرة في اول عمود، اسحب الخيط الابيض، وبعدين اخد الخيط الابيض كده على جنب، انا هسيبه مش هقطعه، واخد الغرزة الخيط الازرق عشان اعمل الغرزة التانية اللي احنا عاملين، يعني هعيد تكرار السطر الاول. هرتفع 3 سلسلة، طبعا هنا هشد الخيط شوية كده واروح على الغرزة اللي بعديها واعمل عمود بلفة وبينهم سلسلة. هتخطى هنا غرزة واللي بعديها اعمل عمود بلفة، والعمود اللي بعديه عمود بلفة واعمل سلسلة. هعيد الخطوات، يعني هسيب عمود والعمود اللي بعديه اعمل فوقيه عمود بلفة، واللي بعديه كمان عمود بلفة وبينهم سلسلة بالشكل ده. تاني هتخطى اول العمود الثالث اللي هو احنا اشتغلناه، هروح على العمود اللي بعديه اعمل عمود بلفة وبعدين كمان عمود بلفة وبينهم سلسلة، وهكذا لغاية نهاية السطر. زي ما شايفين انا وصلت لنهاية السطر الثالث اللي هو تكرار السطر الاول، واحنا زي ما قلنا الغرزة عبارة عن تكرار من سطرين. هنقفل الشغل. انا هنا عملت اخر حاجة السلسلة، عملت 2 عمود وسلسلة. هروح على سلاسل الارتفاع، هعد 1 2 وفي الغرزة الثالثة هسحب الخيط الازرق، هسيب الخيط الازرق على جنب واخد الابيض. يعني هنعمل تبادل الالوان بكل سطر بالشكل ده. هرتفع سلسلة واحدة، هلف الخيط على الابرة واعمل نفس الخطوات. اروح هنا عند السطر العمود هنا اللي احنا سبناه، انزل كده واعمل 3 عمود بلفة. غرزة سهلة جدا وشكلها شيك وجميل جدا، هتعجبك وهتنجز معاكي كمان في الشغل. هنسيب هنتخطى العمودين دول واروح على العمود الثالث اللي احنا سايبينه اهو في السطر اللي قبليه، ونعمل عليه 3 عمود بلفة، 2 3. تاني هتخطى هنا العمودين واروح على العمود اللي احنا سبناه هنا اهو، هدخل الابرة بالشكل ده واسحب واعمل 3 عمود بلفة على طول بدون ولا اي فراغات ولا اي حاجة. زي ما شايفين كده بلف الخيط على الابرة على طول وبتخطى العمودين دول، وبروح على العمود اللي احنا سبناه من تحت اهو السطر اللي قبليه، وبعمل عليه 3 عمود بلفة. وبكده بتظهر عندي الغرزة زي ما انتم شايفين كده اهو. هكمل كل سطر بالشكل ده. زي ما انتم شايفين انا وصلت هنا لنهاية السطر، هنهي السطر زي ما احنا متعودين بتبادل الالوان. هعد هنا، هروح هنا على الغرزة الاولى اللي هو العمود الاول، اسحب الخيط الابيض واسيبه على جنب واخد الخيط الازرق بالشكل ده، وهطلع على نفس النمط. يعني هرتفع 3 سلسلة واروح على العمود اللي بعديه اعمل كمان عمود
وبينهم سلسلة، هتخطى هنا عمود والعمود اللي بعديه ارجع اعمل 2 عمود بلفة، يعني بكل عمود فوق كل عمود اعمل عمود وبينهم سلسلة، هتخطى العمود ده وكمان عمود وبينهم سلسلة، وهكذا لغاية ما اوصل الطول اللي انا عايزاه. طبعا الطول اللي انا عايزاه هنا هيكون حوالي 13-14 سنتيمتر. هكملهم وارجع نشوف نكمل ازاي هنعمل التناقص ونكمل الطاقية بالشكل ده. هكمل وارجع لكم تاني. زي ما شايفين انا وصلت هنا للطول المناسب، عملت يعني سطر 2-3-4-5، والسادس عملته في الغرزتين اللي احنا كنا عاملينهم هنا عشان هبدأ عملية التناقص دلوقتي. وهنا انا وصل عندي لغاية 14 سنتي، انا عايزاه لغاية 20-21 سنتي. طيب دلوقتي زي ما احنا اتفقنا هدخل الابرة كده. دلوقتي هعمل بدل 3 عواميد، لا اول بتلة هنعملها 3 عواميد، تاني بتلة هنعملها عمودين، وبكده هنعمل عملية التناقص، يعني مرة 3 مرة 2، مرة 3 مرة 2. هنشوف كده مع بعض عملي. هرتفع سلسلة، الف الخيط على الابرة واروح هنا على العمود اللي احنا سايبينه هنا واعمل 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3، الف الخيط على الابرة، وهنا هعمل عملية تناقص، بدل ما اعمل 3 عواميد هعمل 2 عمود بس. ادي 1 2، وهنا هرجع اعمل 3، يعني مرة نعمل 3 عواميد ومرة نعمل 2 عمود، وبكده بنكون نبدأ بعملية التناقص اللي بعديه هيكون عمودين. ادي 1 2 وهكذا، يعني هنعمل مرة 3 عواميد ومرة عمودين، مرة 3 مرة 2 لغاية نهاية السطر. هخلص وارجع لكم تاني. زي ما شايفين انا وصلت هنا لنهاية السطر، عايزة اقفل السطر عادي، هنقفله زي ما احنا قفلنا في السطور اللي قبليها، بس ايه عملية التناقص اهي هتبان كده، هيبدأ يعني الطاقية معايا هتبدأ تصغر. ماشي. طيب دلوقتي هدخل هنا او في اول عمود واسحب اللون الابيض اسيبه على جنب واخد اللون الازرق بالشكل ده، هرتفع 3 سلسلة والعمود اللي بعديه هنعمل فوقيه عمود وبين العمودين هنعمل سلسلة، هروح هنا على طول يعني اتخطى العمود ده واروح هنا على العمودين اللي بعديه ونعمل سلسلة، اتخطى عمود واروح على اللي بعديه واللي بعديه نعمل عمود بلفة زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، يعني دايما نتخطى عمود ونروح على العمود اللي بعديه نعمل عمود بلفة واللي بعديه برضو عمود بلفة وبينهم سلسلة، هكذا لغاية نهاية السطر هعمل 2 عمود وما ننساش نعمل سلسلة ونسيب عمود من تحت. تعالوا تاني. انا وصلت هنا لنهاية السطر زي ما انتم شايفين كده، اهو بدأت تلم معايا زي ما انتم شايفين. طيب دلوقتي هسحب هسيب الخيط اللبني او الازرق واخد الخيط الابيض، هبدأ بعملية تناقص تاني، يعني السطر التاني بعملية التناقص، هرتفع سلسلة، هلف الخيط على الإبرة واروح عند العمود اللي احنا سايبينه واعمل 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3، اللي بعديه هنعمل 2 عمود بلفة. ادي 1 2، واللي بعديه برضو 2 عمود بلفة. 1 2، يعني انا عملت ايه؟ عملت اول واحد
تلات عواميد، اللي بعديه 2 عمود، واللي بعديه 2 عمود. هرجع اعمل نفس الخطوات، ارجع هنا اعمل 3 عمود، واللي بعديه 2 عمود، واللي بعديه 2 عمود، وهكذا. هكمل السطر بالطريقة دي، نعمل 3 عمود في أول بدء، يعني أول بطلة نعمل 3 وبعدين 2 2، بعدين نرجع نعمل 3 2 2، هنا نعمل 3 بعدين 2 2، وكده هيبان عندنا عملية التناقص بتبقى ايه، بتلم معانا. هكمل السطر وارجع لكم تاني. زي ما شايفين انا وصلت هنا لنهاية السطر، وبقى يلم معايا اكتر لانه ده كان السطر التاني في سطر التناقص. هدخل الابرة في اول عمود واسحب، واخد اللون التاني اسحب بالشكل ده، وارتفع 3 سلسلة، واروح على العمود اللي بعديه اعمل عمود بلفة، هعيد نفس الخطوات واعمل سلسلة. وبين هنا العواميد اهو، هسيب هنا عمود واحد، واللي بعديه اعمل عمود بلفة، واللي بعديه عمود بلفة وسلسلة. ما ننساش نعمل السلسلة ونفوت من هنا عمود، نفوت عمود ونروح على اللي بعديه نعمل عمود بلفة، واللي بعديه عمود بلفة سلسلة. هنعمل هنسيب هنا عمود ونروح اللي بعديه نعمل عمود بلفة، واللي بعديه عمود بلفة وسلسلة، وهكذا لغاية نهاية السطر. يعني أنا اللي عايزة أفهمه لكم إنه السطر اللي بنعمل فيه الحبيبات دي مش هو ده اللي بنعمل فيه التناقص، ده بنمشي عادي لغاية آخر سطر. اللي بنعمل فيه التناقص اللي هو العواميد اللي احنا بنعملها، اللي كنا بالأول كنا عاملين كل الوقت 3 عمود بلفة، وبدأنا في التناقص 3 2، السطر اللي بعديه عملنا 3 2 2، وهنشوف السطر لما اخلص هنا هنشوف ازاي هنعمل التناقص بالسطر الثالث من اللون الابيض. هكمل وارجع لكم تاني. زي ما شايفين انا هنا وصلت لنهاية السطر، هبدل الالوان، اخد اسحب اللون الابيض، اشد اللون الازرق ده اسيبه على جنب، ارتفع سلسلة. دلوقتي هنعمل التناقص في السطر الثالث، يعني ده السطر الثالث معانا في التناقص. احنا كنا نعمل 3 اول سطر تناقص عملنا 3 1، السطر الثاني عملنا 3 2 2، دلوقتي هعمل كل السطر هنا 2 عمود بلفة، يعني هعمل تناقص بس 2 عمود بلفة. هروح عند الفراغ اهو وسيبنا العمود اللي تحت، هروح واعمل 2 عمود بلفة في كل الغرز بتاعتي. ده السطر الثالث في التناقص، هيبقى كله 2 عمود بلفة. ادي 1 2، وهكذا لغاية نهاية السطر. زي ما شايفين انا وصلت هنا لنهاية السطر، وبدأ يبان، يعني بدأ يبان التناقص عندي هنا. زي ما شايفين الطاقية بدأ تلم كده لفوق. طيب دلوقتي هنقفل في أول عمود، هسحب كده، هسيب الخيط الأبيض وآخد الأزرق، هنبدل الألوان بالشكل ده، وعادي هرتفع 3 سلسلة زي ما قلت. السطر ده ما بيتغيرش، واللي بعديه هنعمل عمود بلفة سلسلة، هسيب عمود واروح على العمود اللي بعديه واعمل عمود بلفة، واللي بعديه عمود بلفة سلسلة، اسيب عمود والعمود اللي بعديه هنعمل عمود بلفة وكمان عمود بلفة وبينهم سلسلة، اسيب عمود واروح على العمود اللي بعديه بالشكل ده، واللي بعديه كمان عمود سلسلة، ونسيب عمود ونكمل هكذا لغاية نهاية السطر. زي ما شايفين اهو وصلت لنهاية السطر، هبدل الألوان زي ما احنا متعودين،
هشد الخيط الأزرق بس كده شوية واسحب الخيط الأبيض، ارتفع سلسلة. دلوقتي هعمل ايه؟ ده التناقص الرابع وقبل الأخير. هعمل هنا في الفراغ ده 2 عمود بلفة، واللي بعديه عمود بلفة واحد، اروح على اللي بعديه هنا اعمل 2 عمود بلفة، واللي بعديه عمود واحد، وهكذا لغاية نهاية السطر. يعني مرة نعمل 2 عمود بلفة ومرة نعمل عمود واحد. 1 2 واللي بعديه عمود واحد بلفة، وهكذا لغاية ما أوصل لنهاية السطر. زي ما شايفين وصلت لنهاية السطر، عملنا التناقص الرابع وهو 2 عمود بلفة، بعدين اللي بعديه 1 2 1 2 1 كده لغاية ما وصلت لنهاية السطر. اهو انا في الاخر، يعني عملت 2 وفي الاخر كان معايا 1. هقفل باول عمود، اسحب الخيط الابيض اسيبه على جنب، واخد اللون التاني نعمل تبادل بالالوان. والسطر ده زي ما انا قلت ما بيتغيرش، يعني بيفضل زي ما هو. هرتفع 3 سلسلة واروح على العمود اللي بعديه اعمل عمود بلفة، سلسلة، هسيب عمود اهو واروح على العمود اللي بعديه واعمل عمود فوقي، واللي بعديه عمود، سلسلة، هفوت هنا عمود، واللي بعديه هنعمل 1 2 سلسلة لغاية نهاية السطر، لان احنا دلوقتي هنعمل اخر سطر تناقص وهنقفل الشغل ان شاء الله مع بعض. هقفل الشغل هنا السطر ده وارجع لكم تاني. زي ما شايفين انا وصلت هنا لنهاية السطر اهو، هنعمل اخر سطر وخلاص كده هننهي الطاقية. زي ما هنا شايفين عملت سلسلة، هسيب هنا العمود اهو، هدخل في سلسلة الارتفاع اللي هي 3 سلسلة، واروح اخد ايه الخيط الابيض بتاعي بالشكل ده، هرتفع سلسلة واحدة والف الخيط على الابرة، وهنا فين العمود اللي احنا كنا عاملينه، يعني 2 عمود بواحد 2 وواحد، دلوقتي هعمل عمود واحد بس بالشكل ده. هروح عند الفراغات اهو واعمل عمود بلفة، هتخطى هنا العمودين، ادخل هنا عند الفراغ واعمل عمود بلفة، بالشكل ده. فاضل عندي كمان هنا عمود اهو، ما ننساش يعني ناخد بالنا واحنا بنشتغل ما نفوتش ولا اي فراغ. بالشكل ده انا هنا خلاص كده وصلت لاخر واحد، هقفل بمنزلقة الخيط الازرق ده عشان ما يضايقناش، انا هقصه اهو مش محتاجاه تاني. وبعدين ادخله من جوه عشان اخفيه، بالشكل ده عشان نعرف نشتغل. هقفل في اول عمود انا بدأت فيه، هقفل بمنزلقة وهأمن الشغل، هسيب مسافة كده من الخيط بس. بالشكل ده وتكون قفلت معايا الطاقية اهو. وطبعا الخيط ده هنخفيه
من الناحية التانية بالإبرة، بالإبرة التنظيف. وبعدين انت ممكن هنا تعملي كرة بامبام زي ما انا عاملة هنا من نفس نوع الخيط، يعني تحطي لونين كده وتعملي كرة البامبام، او ممكن يعني البامبام الجاهز زي ما شايفين كده نحطها هنا، هنشوف اللون المناسب طبعا ونحطه، انا شايفة انه دي مناسبة اكتر ونحطها. وده كان درس النهاردة، اتمنى يكون عجبكم ونال استحسانكم، وتكون يعني ويكون الشرح يعني كان سهل عليكم. واي استفسار انا يعني تحت امركم على صفحتي في الفيسبوك، انا دايما بقول كده لانه ما عنديش تعليقات، التعليقات مش انا اللي لغيها، اليوتيوب هو اللي لغيها. وشكرا لكم، واستنوا ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.